تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتقرد خلال هذا الأسبوع من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء والحمراء فاسدة موجهة للاستهلاك البشري. العملية جاءت في إطار تنفيذ نقطة مراقبة وتفتيش، حيث تم توقيف شاحنة مخصصة للنقل بالتبريد على متنها كمية معتبرة من اللحوم مقدرة ب 12 قنطار من اللحوم البيضاء، أكثر من قنطار من لحم البقر المجمد بوزن إجمالي قدر به أكثر من 17 قنطار موجه للاستهلاك عشية شهر رمضان الكريم، بعد مراقبة الوثائق الإدارية للشاحنة والوثائق التي تسمح له بممارسة هذا النشاط، وكذا سلامة المنتوج تبين أنه لا يملكها لاستعماله أسلوب التمويه في إخفاء اللحوم. بالتنسيق مع البيطري التابع لمصالح الفلاحة لولاية قرد ومصالح التجارة، أكد على أن البضاعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، على إثرها تم حجز البضاعة السالفة الذكر بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة. تم إعداد ملف قضائي ضد المعني مع تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قرد مع حجز وإتلاف الكمية السالفة الذكر. في الأخير يبقى الرقم الأخضر 1055 وموقع الشكاوي المسبقة ppgm.mdm.dz تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن مثل هذه الممارسة.